50 ناقص 23. نبدأ بالوحدات. 9 ناقص 3 تساوي 6. ثم ننتقل إلى العشرات. 5 ناقص 2 تساوي 3. والنتيجة هي 36. سنتأكد نضع النتيجة في الأعلى. 36 زائد 23 تساوي 59. تأكد. نكتبها هنا. 36. 6 زائد 3 تساوي 9. صحيحة. إيه؟ و3 زائد 2 تساوي 5. الإجابة هي صحيحة. ممتاز. الإجابة صحيحة. 68 ناقص 45. 8 ناقص 5 يساوي 3. تأكد رامي. 3 زائد 5 يساوي 8. 2 زائد 4 يساوي 6. إذن الإجابة صحيحة. نبدأ بالوحدات. 3 ناقص 2 يساوي 1. 31 زائد 62. ممتاز. نبدأ بالوحدات. 1 زائد 2 يساوي 3. 3 زائد 6 9. النتيجة هي 93. 36 ناقص 15. نبدأ بالوحدة. 36 ناقص 15. 6 ناقص 5 يساوي 1. 3 ناقص 1 يساوي 2. النتيجة هي 21. تتأكد بالجمع. 21 زائد 15. 1 زائد 5 تساوي
ستة واثنان واثنان زائد واحد تساوي ثلاثة. النتيجة ستة وثلاثون. إذا هل هي صحيحة؟ نعم. ممتاز. ثمانية وسبعون ناقص خمسة وثلاثون. ثمانية وسبعون ناقص خمسة وثلاثون. نبدأ بالوحدات. ثمانية ناقص خمسة يساوي ثلاثة. وسبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة. النتيجة هي ثلاثة وأربعون. نتأكد بالجمع. ثلاثة وأربعون زائد خمسة وثلاثون. جيد. ثلاثة زائد خمسة يساوي أربعة زائد ثلاثة. أربعة خمسة ستة سبعة. النتيجة هي ثمانية وسبعون. سبعة وثمانون ناقص اثنان وستون. نعم. نبدأ بالوحدات. جيد. ناقص اثنان وستون. نبدأ بالوحدات. سبعة ناقص اثنان يساوي خمسة. ثمانية وننتقل إلى العشرات. ثمانية ناقص ستة اثنان. الإجابة هي خمسة وعشرون. خمسة وعشرون. شكرا. نتأكد بعملية الجمع. نجمع خمسة وعشرون زائد اثنان وستون. ممتاز. و ستة زائد اثنان تساوي ثمانية.